السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخوان، اليوم ما شاء الله تم زراعة صنفين مانجو. تأخرت صراحة وايد في زراعتهم. صنف عاج الفيل كما يسمى هذا الصنف، والصنف الآخر صنف جمرة أهداها لأحد الأخوة. الصنف هذا الصغير لا يغركم، هذا اللي حبيته هالكبر، وطعمه سوبر صراحة، طعمه سوبر، خالي من الألياف، سكريات عالية، عيب شوي البذرة كبيرة، لكن كطعم وكجمال ثمرة هذا خطير جدا. والحمد لله والشكر لله. كمان نلاحظ يوم جميل، وإن شاء الله تكون بداية في موسم جميل إن شاء الله. الله يبارك ويزيد. نحاول نخترع علينا مكان. أحب المانجا طغى علينا يا أخوان، طغى علينا خلاص، فما في مجال يعني. نحاول نزرع قدر الإمكان، يعني نخلق مساحات في أماكن ضيقة، ولكن هذا الشيء من حبنا للمانجا لازم نبحث عن أماكن نزرع فيها أشجار المانجا. ودائما الشخص يحاول يجتهد بقدر الإمكان يعني. أنا بالنسبة لي هذا المكان ما يناسب شجرة مانجا، ولكن بحكم أني أعرف أطعم فراح أخذ منهم الأغصان وأركبهم على الشجرة، وراح أترك النمو يصير إلى ما يشاء الله. وهذا ما شاء الله تزهير جميل، ونتمنى إن شاء الله يحدث عقد موسم إن شاء الله يكون حافل وقوي. اللهم بارك وزيد، وما شاء الله النموات الجديدة والتفريعات الجديدة التي كسبناها، اللهم بارك وزيد. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الجمال. بدأت الجهنمية بعد أول تسميد بقري معالج بالبكتيريا، ونلاحظ إن شاء الله وبعد أسبوع راح نوافيكم بالتزهير الكامل إن شاء الله. كما نلاحظ الآن ما شاء الله تبارك الرحمن، وبما أن ما شاء الله النموات الجديدة بدأت بالخروج، فما شاء الله تبارك الرحمن نمو الزويكات أو الفيتنامية وتجدد أوراقها، منظر جميل ورائع. نسأل الله البركة والتوفيق.